السلام عليكم، ومعكم سيراي، ومعنا موضوع كثير مهم اليوم، موضوع مطلوب بقوة يعني. وكل ما كنت افكر اسوي مقطع يصير شيء او ينزل شيء جديد فغير الموضوع لفكرة ثانية. بعد ما خلصت كثير مقاطع وافكار اخيرا قدرت اخصص مقطع لموضوع اليوم واللي هو التوتر. شو يعني التوتر؟ التوتر عبارة عن حالة تجيك لما تكون قريب من خطر او من مشكلة ممكن يكون تأثيرها سلبي، فيجيك نوع من الخوف اللي راح يصير لك، وهالشيء يسبب لك اما ارتجاف او يسبب لك خربطة بالكلام والافعال، او ممكن حتى يسبب لك سرعة في دقات قلبك. والشيء الغريب ان كثير لاعبين في فورتنايت وحتى المحترفين تجيهم حالة التوتر، مع انه ما في خطر حقيقي بيصير لهم او انهم راح يتأذوا واقعيا لو خسروا، بس مع هذا التوتر موجود. كيف تتخلص من التوتر؟ اخليكم مع المقطع. في البداية بحاول اني ما اطول الموضوع ابدا، اريد اختصر المقطع وبنفس الوقت افيدكم. شرحنا التوتر من شوي وانه يواجه الكل في حالات كثيرة، ولو انكم متوقعين اني مثلا بعطيكم تدريب عشان تتخلصوا من التوتر هذا شيء مستحيل. اللي بحاول اسويه اني بغير تفكيركم ونظرتكم للموضوع بطريقة تخلصكم من شيء اسمه توتر. اولا، ليش احنا نتوتر؟ في عندنا ثلاث اسباب. الاول، اننا نحط في مواقف ما نحطينا فيها من قبل او نادرا تصير لنا، مثلا اننا نوصل للتوب 10 اذا تكلمنا عن المعظم. لو انك نزلت لمكان متوسط او مكان قوي في اللعبة احتمالية انك توصل توب 10 تكون اقل، فانت متعود انك تنزل وتموت بعد دقائق، بس هالمرة صمت ووصلت للتوب 10 وهو شيء ما يصير لك دايما فتبدأ تتوتر. او مثلا انك تكون لاعب محترف ودايما تاخذ الهاي جراوند، بس هالمرة ما ضبطت معك ولاعب ثاني حط ارضيته فوق راسك واخذ عليك الهاي جراوند، فتلاقي ان فجأة بدأ يجيك توتر. السبب الثاني انك ما تكون واثق بقدراتك، تشوف انوب من خلق ربي افضل منك بمراحل، بجد عيب عليك، يطلع لك لاعب متوسط وبس لانه بنى قبلك بشوي واخذ الهاي جراوند بطريقة تعبانة تلاحظ انك خفت وبدأت تحط في بالك انه لعيب، بس لانك تسمع صوت بناء وركض خلاص هذا لعيب، يلا ما بحاول كثير وبعتمد على ايمي. او السبب الثالث وهو الاسوأ، انك تريد تفوز. ما في غلط انك تريد تفوز، بس مشكلتك انك معطي الموضوع اهمية. مثلا تيفيو لما تشوفه يلعب جيم عادي هو مو مهتم لهالجيم، بتلاحظ انه يلعب لعبة طبيعي، فاز او خسر ما بيهتم كثير، ما بيتوتر حتى لو ظل لاعب واحد ضده لانه ما يريد يفوز، يريد يسوي عرض ممتع للمتابعين، فعادي يطلع للاعب محترف وتلاقي يتمسخر ويخاطر ويحاول يقتلب فخ مثلا. تفكيره هذا مستحيل يخليه يتوتر ابدا، بس في حدود طبعا. لو تشوف تيفي في البطولات مثل بطولة المليون دولار في كوريا بتلاحظ شوية اغلاط كان يسويها بسبب التوتر، لانه هنا ما يريد يسوي عرض، يريد يفوز وبس، حط تركيز على الفوز وهو شيء طبيعي في البطولات، فكذا اخطاء تزيد وممكن يتوتر. لذا رغبة الفوز بتخليك تتوتر بشكل مو طبيعي. اوكي، اظن عرفنا الاسباب خلاص، ولو في سبب يخليك تتوتر وانا ما قلته فاكتب لنا في التعليقات. والحين السؤال الاهم، كيف اخفف التوتر او اني ما اتوتر ابدا؟ اشياء مرة بسيطة. اول واهم اهم شيء، انك ما تركز على الفوز ابدا، انسى الفوز، لا تلعب عشان تفوز، لو سويت كذا وقتها راح تبدأ تفوز. اوكي اوكي، كل ما حطيت في بالك انك تلعب عشان تطلع الاول بدك تخربط، بدك تموت، راح تخاف، لازم اطلع الاول، لا في لاعب درعم لي خلاص خرب علي كل شيء، حرام كان باقي شوي. طيب اذا ما ركز على الفوز على شو ركز بالضبط؟ ركز انك تلعب عشان تتطور، عشان تحسن من لعبك، حط هالشيء في بالك، انا داخل هالجيم عشان اشوف لو اقدر ادخل معركة بناء واخذ الهاي جراوند وقت اللي ضد، مو داخل عشان افوز، انا داخل هالجيم عشان اقتل 10 مو عشان افوز، باقي 6 ضدي بس عادي راح ادرعم لان اريد مستواي يتحسن، ما اريد اني ازبن عشان افوز. فهمت علي؟ اذا انت ما تريد تفوز ليش راح تتوتر؟ مستحيل تتوتر. فهذه النصائح اللي اقدر اعطيها لكم، اهم شيء انكم تخلوا تفكيركم على انكم تتطوروا وتتحسنوا في اللعبة مو انكم تفوزوا، بعدين راح تلاحظوا انكم صرتوا تفوزوا اكثر من قبل، هذا هو شيء طبيعي. ان شاء الله يكون فدتكم، ولو حابين تدعموني في هذا كود المتجر XRIX تقدر تحط عندك في الزاوية اليمين تحت في المتجر، ولا تزر اللايك وطبعا الاشتراك في القناة. اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.
وقال